كان صعيب صعيب ما والو اختي، انت ما كتحافظيش ولا ما عرفتش شنو كنحفظ. شنو بان لك نسوا هذا الروتين ديال الامتحانات وجي عندي للدار غندير واحد قصاره فاعله تاعك ياك. والله نضحك اختي شويه ونستي ولا صافي بلاصه جاي عندي. صافي جاي عندي مرحبا بك. نقدر نبات معاكم في الدار الا بغيتي، اصلا بابا معاك يسافر بزاف راكي عارفه، مع هو الخدمه ديالو مع الشركه كيسافر ديما. تقدر تكون غير ماما شي مشكل، ماما راه عادي حنا اصلا العائله ديالنا كول. بنتي سي شكون هاد المراهق مسكين؟ شو باباك؟ عيني على بابا. انا كنقول لك بابا تبارك الله لاباس عليه وكيمشي يقضي الاشغال ديالو غيكون هو هذا. هاد السيد اصلا تيجي عند الوالد ديالي تيدور معاه فهمتي، ومع بابا كيبقى يعطيني الفلوس نعطيهم ليه. كيقول لي يا بنتي هادشي اللي كاين مسكين بقى فيه. وسيري سيري انت للدار انا غنمشي عنده نهضر معاه مسكين وندور معاه، ني تعطيني بابا شي حاجه ندور معاه بها. صافي صافي يلاه بسلامه. نيتي ما كاينباش. تاش من بنيتك علاش كتجي عندي حنا مدرسه؟ علاش كنقول لك ما تبقاش تجي عندي؟ انا جيت باش نديك بنيتي. انت مش خديني ما عندكش رجلين وجاي ديني. هبط جلس في شي كاريطه ولا دير شي حاجه في حياتك، ما تبقاش مقابلني بابا تجي عندي. والله زيد زيد دابا نديك غطيع ليا الطيم عاوتاني تدمع عليا. الناس عندهم اباء تانيه. نيتي ما السلام عليكم. كيفاش لاباس؟ ما لاباس ما والو. هاد المره انت اللي سيري جيبي لي المدرسه، ما تبقايش صيفطي ليا. علاش كيمشي يتسنى حتى المدرسه؟ واش انا باش نوصل نبقى دافعه هوايا؟ غير شويه عليك بنتي، انت ما ديما ديما جايه بعجاجتك الله يستر. غير شويه سيري عندي انت بعدا واقفه على رجليك. سيري مشيتي عندي زيد قالوا تشوش عندي هي الف. علاش غيمشي عندي؟ واش انا باقي كنطرف الحضانه كل مره غادي تجيبني؟ ما تخاف عليا، ما نخاف عليك الله يحفظك الوالدين. ترخي على باك راه هذاك باك زعما تاش كتقري في هذه المدرسه كاع بالسلامه. ما كانتي يا يخ الدريه هي ما عرفتش اش كتقرا. واش كتقرا احترام الوالدين ولا كتقرا عيري والديك؟ بالحق انا غنمشي ليها. الله يجعل خير ما خير من اول مره. واش ما درنا كاع الوالدين هكا مهما كان راه بنتي هذيك واخا كتبهدلني وما قدرتش نخليها تمشي بوحدها للمدرسه. واخا هي كبيره بالسن بنتي هذيك الوحيده اللي كنكسب. يا ربي نتسنى بعدا هنا حتى تخرج، هذا هو وقتها. يا ربي نتسنى حتى تخرج. الله يا ربي الله. مالكي عرفت فين عاوتاني؟ قلت شو خليني نمشي بوحدي وصافي حبيبي. والله ما شفته انا صافي سير انا ندوز عندك الدار. سلام سلام سفيان. بخير اسيل لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مالك كاعي اودي يا خلى على الله وصافي راكي عارفاني انا. امتى نجي لداركم خطرك من مو؟ وخلي دابا عندي شي كنبريباري امتحان حسن سالي وديك الساعه اجي. ومرحبا بكم. الشراب تعطل، انا راه خاصني نتزوج في اقرب وقت. الوالده دايره لي حاله كتقول لي عمر عليا الدار وراك عارفه الوالده مرا كبيره. وصافي سفيان صبرنا صبرنا ما بقى قد اللي فات. شنو فيها لا زدتي صبرتي؟ زيدون حتى انا راه باغي نكمل قرايتي ونضمن المستقبل ديالي. وحاولي حاولي حاولي انا راه عندي الايامات عندي داركم. صافي حبيبي وخليها ما بقى قد اللي فات نكمل امتحانات وديك الساعه اجي وخطبني. يلا نوصيك حتى داركم. يلا ابليس ابليس بنتك بنتي اسيل. بنتك اسيل؟ عندك انت مع هذيك المره بنتي. اش من نيتك؟ لعبه بنتي علاه؟ هذاك راه ماشي بنتك راه باه عرفتي شنو با لاباس عالي عنده الاراضي عنده الديور تقول لها بنتي؟ ما الله يستر بنتك وانت هي عندك الكرسي ديال المشلولين ما عرفتش. اسيل بنتي شكون هاد السيد هذا؟ كيفاش اسيل بنتي واش من نيتك؟ واش هذا باك اسيل؟ لا هذا راه تيخدم عند بابا ومسكين ما كان كيجي عندنا بزاف من الصغر كيبقى يقول لي بنتي ياك.
خصك شي حاجه عمي؟ لا دابا نقول للوالد ديالي بلي تلاقينا. بسم الله بسم الله عمي. بسم الله واحد واحد بركه خذ واحد بركه والله تاخذها بقى فيا مسكين. مسكين عنده كراوسه. يلا يلا نمشيو يلا. يلا طالع الطنور. اسير اش كديري؟ تنحفظ كتحفظي؟ ايوا قراي ما ينفعك بنيتي راه هذا هو المستقبل ديالك. المستقبل ديالي هي اللي درتي لي واحد الحاجه زوينه دابا. اييه بنيتي مرحبا ديرها لك. تعرفي صباح صاحبتي؟ اييه كنعرفها. المهم هي راه غتجي عندي العشيه تجلس معايا شويه في الدار نحفظو. مرحبا بها بنيتي على راسي وعينيا. مرحبا بها ماما غتهزي بابا وتخرجي انت وياه حتى تمشي حيت ما بغيتيش تشوف بابا. ياك بنيتي هذا هو المضمون فيك. ولينا نجريو على باباك باش تجي صاحبتك. وصافي ما تالفيش ليا في فيلم هندي راه صاحبتي غتجي عندي مره في العام. خرجي بابا ما بغيتيش تشوفو وصافي. واش بنيتي ولا قلبك حاقد حتى لهذا الشيء حتى لهالدرجه؟ واش هذاك باباك ولا عدوك؟ ماما ولاد الهضره ديالك كتاثر لي على القرايه ديالي. صافي خرجي خليني ندوز طرونكيل انا وصاحبتي وتمشي حيت هي ما عارفاهش بابا. صافي سالينا ماما. ايوا ما عمرني انا داك النهار تلقى ليا وقلت لها راه ماشي بابا ما جاتش دابا تجي وتلقاه في الدار. صافي ما عمرني ما شفت الابناء كيستعروا من ولا من الاباء ديالهم. مريا ماما غتري لي الاستاذه ديال العربيه. صافي ماما الله يس سهل. ايوا الله يرضي عليك ابنيتي انا غنهز باك وغنخرجوا نخرجوا للزنقه باش تبقاي انت على خاطر. صافي حسن صوني ليكم على خاجي الدار. ها الايام الايام اش غنقول لك ابنيتي الله يهديك على نفسك. ندير الهضره ايام ايام راني ليا العلوه نحفظو. صباح حتى هي نعس فينا هي وي. صباح صباح حبيبه ديالي. صافي اجي عندي للدار انا كاينه غير بوحديتي. لا ماما بابا دابا بابا مع بغي يمشي بدل الطوموبيل قدام معاه ماما. صافي يلا اجي. عرفتي اختي باغي نشريو شي طوموبيل اللي خرجات جديده ما نعرف اختي. يلا اوكي نتسناك. يلا شي شريك الروسه. ايوا واحد انا وبان لك الجو ديال الشتا واقيلا ياك. الجو ديال الشتا ودخلني الشك بايجه. مالك؟ كنت جالس متكيتا قلت لي نخرجك وشكيت انا بان بنتي اسيك قالت لك شي حاجه عليا خرجي بابا ما فهمت والو. حميد مع الشيطان مع الشيطان حيد منك داك الوسواس. راه انا عييت وقلت شويه نخرج انا وياك يضربنا شويه البرد ونرجعوا صافي ما كاين حتى حاجه. الا كان هذا الشيء ما كاين حتى مشكل. لا لا شوف ما عمرك ما تقول هكا بنتك اسيد كاع الا قالت شي حاجه شي نهار شي حاجه ما ديش عليها راه باقا صغيره وما عندهاش العقل. وحنا مالي العقل حميد عندك الحق. ما دير في بالك والو الله يرضي عليك. دويره ونجيو نمشيو نديرو شي دويره ونمشيو ان شاء الله. كي حمقني شوفي شحال غزيون صغير فيلم واعر. انت عجبوني التواك تبارك الله راكم زوان. الله يحفظك عويناتك. اصلا هادي كان فاش تنكون نقرا تنجو هنايا ولكن في الصيف تمشيو عندنا فيلا في محمديه. شو مرة نمشي معاكم تما. مرحبا بك والله الا فيلا تما زوينه. صباح لاباس. سلام سفيان كدير بخير؟ الله يلا بخير الحمد لله. شنو كرينا يا سلقى معايا؟ جيت بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. ايه مرحبا. دابا انا كنت البارح انا واتي جايين وانا نشوف واحد الراجل مسكين موعر برك على الكرسي وقال لها بنتي اسيل 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 ولكن انا ديما كنشوف داك السيد كيتسناه. واش ما فهمتش انا شي حاجه تما؟ واش كيجا شي حاجه؟ وقيلا بنتي تري شي حاجه تما حيت انا عازم ملي كنمشي عند الدار معمر في حياتي ما شفت با. ياك ما كاينش با في حياتي معمر في حياتي. مشكل وقيلا كاينه شي حاجه.
ياك؟ اه. انا راه شفتو البارح ودورت مع المسكين ولكن بقى فيا ولكن دخلني شويه الشك، هذاك الشيء علاش انا بغيت نجي نسولك انت صاحبتها تعاود تعرفي شي حاجه عليها. انا راه حرت معاك ونقول لك شكون هو هذاك، تقول لي غير صاحب بابا وراه غير كندورو معاه، راه غير كنعطيو صداقه، راه غير شوفي ما تقولي لا والو هادشي اللي بيننا. انت خويا بقى بيناتنا. انا عندي التحاليل ونعرف داك الشيء. صافي سير. قول لي شنو كاين. صافي سير الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. شو الانسان يقول لك السلام؟ والله الا حشومه كاع بغيت نقول لك السلام. اجي بعدا علاش ما كتجاوبش هاد المده كامل؟ علاش ما كنشوفش؟ اه شوف انت شنو دايره؟ شنو دايره انا؟ لقيتي عليا شي حاجه؟ لقيتيني كنخونك مع شي حد؟ لقيتيني كندير شي حاجه من ورا دارك؟ هادشي اللي درتيه انت كثار من الخيانه، هادشي اللي درتيه. شنو درت؟ ها؟ شوف هاد الناس، داكشي اللي بيناتنا صافي سهل، ما بقاش عنجل دارك. كيفاش داكشي سهل؟ واش كضحك عليا ولا شنو؟ صافي سهل، داكشي اللي بيناتنا صافي، ما نوليش نجل داركم انا، حيت انت ما تصلحيش ليا انا. شنو المشكل؟ اشرح ليا باش نعرف شنو كاين. شنو المشكل؟ هذاك السيد اللي في الكروسه كتقولي لي ماشي باك هو باك، ها ما حشمتيش ما رضيتيش هو باك. ماشي باك، لا باك باك، وسولت عليه وهو قال لي فمو قال لي بنتي، ها ما حشوماش انت ما رضيتيش باك بالدار في الكروسه. حتى انا راه ملي عطى لي شي حاجه عندي في الكروسه عاد نقرا لي انايا. سفيان انا ماشي ما راضياش بيه ولا شي حاجه، هذاك با عزيز عليا وعلى راسي وعينيا، ولكن انت عندكم الفلوس لاباس عليك. انا با تعوق ما كنبغيش يجي يحرجني قدام الناس، هادشي اللي كاين. شوف انت عارف نظره المجتمع كيفاش دايره. شوفي نقول لك انا ما كيهمنيش المجتمع، انا ما كيهمنيش كون قلتي با ديال الكروسه ما كيهمنيش، انا نقبل عليك انا واختها يكون اي حاجه، ولكن انت كذبتي عليا ونافقتيني وما تصرحيش ليا. دابا انت عرفتي الحقيقه صافي، الا كنتي باغيني راه غتكمل. لا سمحي لي يا بنت الناس، اللي ما كيرضيش والديه مسخوط والدين، ما عندي ما ندير به. دابا هذا كلام في الاخر. يلا شوفي هذا معقد لي في حياتي وزاد فرقني تاع على الراجل اللي باغا نتزوج به، كي تمشي ليه للدار. ايوا حامد كيدوزي النهار. الحمد لله. واليوم ما لبستي والو، مشتا طايحه في شي مناطق. ما تخافيش عليا. حيت ما لبستي لا جاكيطه لا والو، لبستي داك الشيء خفيف قلت ناري تصب عليه الشتا ويمرض. الحمد لله. ها اسيل نتايا. على سلامتك يا بنتي. اسيل شتك تخطيتي باك وجيتي عندي انا سلمتي عليا وباك. اش تقولي لي با با اللي مشي شوه بيا ما كتقوليش لي با. اش جاب لك شوه بيا؟ جا عند السيد اللي باغي نتزوج به، جا سولو قال لي اه بنتي، وانا ناطره على الاخر انه هذا با. واش كاين شي واحد كينكر والديه في هذا الزمان هذا؟ واش هو ديما كنقول ليه ما تمشيش عندي المدرسة وديما كنرو داك كنرصو ونخرج من المدرسة نلقاه واقف وبزاف عيق. راه في الدار راه باك هذاك دابا عجبك الحال راه تقلق. ماما بابا في الدار خارج الدار قلت ليه ما انت با ما انا بنتك. صافي انا ما بقاش حشم بيا قدام صحابي وصحاباتي. واش راح تكوني مسخوطة؟ ها؟ واجي نقول لك ابنيتي نقول لك الحقيقة ديال هذا الشيء كامل. اش من حقيقة؟ اش من حقيقة؟ واحد النهار مني كنتي صغيره انا غنعاودو لك كي الخريفه مني كنتي صغيره. لالا ايوا الجو زوين. ها باغا تلعبي ليها؟ ايوا سيري يلا سيري وعندك ردي البال سيري بشويه. هات سير يلا سير. تبارك الله هذيك نهار تزوجنا عطانا الله هذيك. ايوا عطاها لينا مالك. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله على هذه البنيه. مزيان ما فعلا. اه يا تات بلا بغات تمشي غالي تقول لي ماما راه باغي نمشي. الحمد لله الحمد لله يعطينا ذريه حسنه يا ربي امين وتكبر ان شاء الله ونفرحوا بها كيف ما بغينا ان شاء الله كيف ما درنا عرسنا حنا وفرحوا. ويلي حبيبي انت كتفكرني في ايام زمان. ناري بوين تشاش درتي؟ حميد عمرك ما قلتي لي هادشي كامل. علاش علاش خبيتي عليا هاد الاعوام كامله واش محشومه عليك؟ اش غنقول لك اش غنقول لك وانت كنتي مازال صغيره وداكشي دابا اللي كبرت قولها لي مش متخلينيش نعامل بابا بحال ما اللي وقع راه وقع. علاش غنضرب عليك حتى انتيا
بابا ولا حكينا بابا نسينا بابا عرفك حتى نرمى يا قلبي بابا توحشنا بابا انت العزيز وانت الغالي وانت الجنة صباح الخير ماما صباح الخير ماما فنو بابا ما لقيتوش فيديو اش غنقولك بنيتي باباك مقلق عليك راه فاق مع الصباح هز مسكين كريريستو وزهد كنقول ليه غير تا مالك فين اجي راجع لي الفطار وغارجع فطر حلف هو انا بغيت ماما والله تنعس في حوايجي الليل كله وانا تنكي انا نمشي عند دابا نخلف عليك ابنتي راك جرحتيه بكلامك جرحتيه المهم انا نمشي للدراسه حيت عندي امتحان ضروري ونمشي من نخرج للدراسه نقلب على بابا لا هو سير الله يسهل عليك نشوف بنتي قلتي هذا كتدوري مع هذا الله هذا هذا بابا كيفاش بابا بابا هو اللي والدني هو اللي ضرب عليا تماره هو اللي قراني هو اللي كبرني هو اللي بزاف ديال الحوايج هذا هو بابا يكبك عنده فيلات هضر معاق اسي علاش كتقولي عليه معاق وفين كاين المشكل الا كان معاق يا اختي كنت كنقولها اصلا هذا بابا الله يخليه لي شوف اختي انا ما حتاش لي الشرف باش نبقى نتصاحب معاكم تبك معاق راه انا ما حسنش لي الشرف نكون مع وحده انانيه بحالكم متكبره اصلا بسببك بسبب الانانيه ديالك داكشي علاش كنت ناكره با بسبب ديما كتبقاي تبيني هي انا مشيتيني دابا صافي الله يخليك الله يخليك الله يخليك انا مسامحك بنتي مهما كان راك بنتي يلا بابا حبيبي نمشي الله يصلحك بنتي قادين ما تجي تدين ان شاء الله